أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة. ما زلنا نواصل حديثنا وتعليمنا من عظة المسيح على الجبل. أنا بدعوك معي إنه تشاهد هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك. رح أتكلم عن الآية التي تقول لا تعطوا القدس للكلاب. ماذا يقصد يسوع المسيح من هذا الكلام؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، خلونا أقتبس الآية اللي ذكرها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح السابع: لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. هذه الآية اللي ذكرها الرب يسوع المسيح هي في سياق الحديث اللي سمعناه في الحلقة اللي مضت: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون أيضا. ثم بيتكلم عن الخشبة والقذى، أن تخرج الخشبة أولا من عينك ثم تستطيع أن تخرج القذى من عين أخيك. على طول بيتكلم: لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرح الدرر قدام الخنازير. الدرر على فكرة هي الأشياء القيمة، هي الجواهر واللآلئ الثمينة. القدس هو بيتكلم عن اللحم، لكن مش أي لحم، هو لحم الذبائح الذي كان يأكله أو يجوز فقط للكهنة. يعني بكلمات أخرى، القدس هو اللحم اللي تصلى عليه واللي اتقدس واللي بيكون في مكان مقدس، إما في خيمة الاجتماع أو في الهيكل، وهذا من حق الكهنة. فالمسيح بيتكلم لمعظم المستمعين في أيامه، هم اليهود اللي بيدركوا خلفية هذا الموضوع. فلا تعطوا القدس للكلاب، ما تعطيش اللحم المقدس، لحم الذبائح اللي بيقدموه للكهنة أو بس الكهنة بياكلوه، لألا طبعا الكلاب، بيتكلم عن الكلاب المتوحشة، الكلاب الضالة، تلتفت فتمزقكم. يعني بتميزش شو بتعطيها، إذا لحم مقدس ولا فضلات من اللي بيتقاتلوا عليها في الشوارع. وبنفس الوقت لا تطرح درركم قدام الخنازير. الخنازير هي الحيوانات النجسة أيضا، والكلاب هي الكلاب الضالة المتوحشة. ثم أحباء، الخنازير مكتوب عنها هي التي لا تفهم ولا تقدر قيمة اللآلئ ولا حتى ممكن تأكلها. تعطي هاي الجواهر واللآلئ، كل ما بتعرفوا الخنزيرة إنه بتدوس هذه اللآلئ بأرجلها، ما بتفهم قيمة اللؤلؤة، ولا تقدر أن تأكلها ولا تقدر أن تستفيد منها، وبالتالي طبعا ستدوسها برجليها. ونفس الشيء الكلاب لا تميز بين قيمة اللحم المقدس أو بين قيمة أي لحم آخر اللي هو تبقى بقايا فتات في الشوارع. بتعرف أحبائي، يعني بعتقد هون يعني يمكن اجتهاد، لكن مؤخرا عند البحر الميت في منطقة قمران اللي هي جماعة السنيين، اللي هي جماعة الواحد، وين اكتشفوا مخطوطات قمران، اكتشفوا أشياء اللي بيتكلموا عنها وكانوا بيعملوها. من جملة الأشياء اللي كانوا بيعملوها، بيتناولوا وجبة مع بعض عند المساء، ولما بيخلصوا اللحم مثلا، كل ما تبقى من العظم أو بقايا اللحم الفتفيت بيحفروا حفرة وبيدفنوا هذه البقايا لأنها مقدسة، لأنه تصلى عليها، صلوا عليها، لأن المنطقة تشتهر بالكلاب المتوحشة وتشتهر أيضا في الضباع.
لا أعرف إذا كان المسيح قصده هذا، لكن القصد أحبائي ما تعطيش أي أشياء فيها قيمة عظيمة، قيمة ثمينة لشخص لا يستحقها. خلي بالك إنه يسوع المسيح بيتكلم في هذا السياق عن النقد الهادم، النقد المدمر، عندما قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، وبيتكلم عن النقد الخادع، إنه شخص مخدوع في بعينه خشب كبير وعم بشوف قذف في عين الأخوه، بقول له يا مرائي أخرج الخشبة أولا. لكن هنا أحبائي بيتكلم عن نوع نقد مهم كتير، مش انتقاد لكن نقد حكيم أو نقد مميز للأمور. فهون بكلمات بسيطة يقول لا تقدموا الأمور أو الأشياء الغالية الثمن الثمينة جدا لمن لا يميزها ولمن لا يستحقها ولا حتى بقدرها، وبتعطيها بالعكس حتى بيستهزئ فيك وعم بيقاوم فيك وعم بيحتقرك وعم بيسخر منك. فالخنازير لا تميز ولا تعرف قيمة اللآلئ، والكلاب طبعا تنهش وبتعض الإيد اللي بتحاول تطعميها الأكل، وطبعا بتهجم. وأنا عندي قصص كتير مع الكلاب، أكثر من 8 مرات اتعضيت من الكلاب، فبعرف شو هي الكلاب المتوحشة. بهمهاش شو عم تعطيها، بتهجم بتأذي لمن يقدم لها اللحم. ثم أحبائي في ناس بتصل إلى وضع بتحاول تصلح فيها لكن لا تريد الإصلاح. When Jesus says, don't throw what is holy to the swine, because they might trample it underfoot, I wonder if he is not meaning one or two different possible things. He's saying that we should be discerning. We should be discerning in where we invest our efforts. There are people who are responsive and in need, and there are people who are dismissive. So when you pursue someone, when you seek to love them and help them, if they refuse and refuse and refuse, then perhaps that's not the moment. Perhaps that would be casting your pearls before swine. Another interpretation I've read on this scripture is not to give all of your financial resources and wealth to people who are not serious about the gospel or not serious about their efforts to help others. Sometimes people use religion to manipulate other people, and they pretend that they need, but really they're just lining their own pockets. So beware of those who are really wolves in sheep's clothing, who are taking advantage of your religious impulse and your need to give. Be discerning about where you invest your resources, your time, and your energies. Look for the fields that are ripe for harvest, not the fields that are not ripe, and beware of charlatans and wolves in sheep's clothing. أهلاً أعزائي المشاهدين. قال يسوع لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. فإذاً الخنازير لا تميز ولا تعرف قيمة اللآلئ ولا تقدر قيمتها، بل تدوسها بأرجلها. وهكذا الكلاب المتوحشة، الكلاب الضالة، بتميزش بين لحم المقدس وبين اللحم اللي بتتهافت عليه في الشوارع، بتعطيها بتعض حتى إيدك وبتحاول تمزق. وأنا عندي قصص كتير مع الكلاب، أكثر من 8 مرات هجموا علي كلاب وتعضيت، فبعرف شو هي الكلاب الضالة أو المتوحشة. بهمهاش شو بتقدم لها. فإذا في ناس شو ما بتحاول تعطيها تعاليم قيمة، جواهر قيمة من كلمة الله، عم تحتقر، مش عاوزة تتعلم، مش عاوزة أي إصلاح لمن يقدم لها النصيحة
المهمة، يصل فيهم الوضع إلى حد لا يستطيع الإصلاح، وأصابهم المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. يعني الكلب بيكون جوعان كتير كتير، ما فيش شيء بيرجع لأصله، بيرجع للشيء اللي استفرغه وتقيأه من تمه، والخنزيرة مهما تغسلها وتنظفها رح ترجع للوحل وين كانت موجودة. وهذا أحبائي كثير من الناس الذين يدرسون التعليم الصحيح الصالح ويمزقون سمعة المعلمين الصالحين الطيبين، وطبعاً بيرفضوا العلاج وبيحتقروا كل الأمور اللي فيها قيمة روحية وبيسخروا منها. أحبائي، المسيح هون بيتكلم عن النقد الحكيم، النقد المميز، النقد المتزن المتعقل، بيتكلم عن درر وبيتكلم عن أقداس. يقول كتاب: قرط من ذهب وحلي من إبريز الموبخ الحكيم لأذن سامعة. اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيم في آخرتك. هذا النوع من النقد هو نقد للبناء طبعاً، نقد حكيم لأنه بيتكلم عن أقداس وبيتكلم عن درر. وبتعرفوا اللي بحب يسمع مثل شجرة حياة، يقول الكتاب المقدس، زيت للرأس، بلسم شفاء، كلام جميل بتعرف اللي الشافي في عمق وحياة الإنسان. بتعرفوا أحبائي، تاريخياً الكنيسة كانت تعلم في الديداكي اللي هو تعليم الرسل، استخدمت هذه الآية لغير المعتمدين إنه ممنوع ياخدوا من مائدة الرب يتناول الخبز والخمر. والبعض يقول لا تعطي القدس للغرباء، يعني اللي لربما يستهزئون به. طبعا هذا مناقض لأنه المسيح قال: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وفي ناس اللي كانت تقاوم مثل شاول الطرسوسي، والرب لمسوا وغيروا. وهكذا كتير من المشاهدين اللي تغيرت حياتهم، كانوا قبلا أعداء ومستهزئين ومحتقرون لكلام الله، لكن اليوم أمناء بحبوا الرب. لكن في نوعية من الناس تحب أن تسمع النفاق، الكلام اللي بريحها من أنه تسمع مثلا كلام نقد بعلمها. ولما بتقدم مثلا نصيحة أو بتقدم نقد بناء، بتصير تتجنبك، ابعد عني، وبتصير تتحايدك تتفاداك طبعا. وإذا بتقدم نصيحة صادقة من قلبك بتصير تشتمك. أهلاً أعزائي، في ناس بتحاول تعطيها درر ولآلئ، يعني تعاليم قيمة متميزة فريدة عميقة، لكن لا ما عندها القابلية أو القوة على الهضم مثل هذا النوع من التعليم، فتلفظ هذا التعليم إلى الخارج. إذن الإنسان يرفض الحق فلا تستمر في وعظه. يقول المسيح: من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم انفضوا الغبار غبار أرجلكم. طبعاً بتشوف الآية بتتكرر في سفر أعمال الرسل لما التلاميذ راحوا وخدموا في مناطق عديدة. عندما نلتقي الأشرار الذين يقابلون الحقائق الإلهية بالإزدراء الكامل ويواجهون تبشيرنا لهم بالإنجيل بالاحتقار والعنف، فلا نكن مجبرين أحبائي على الاستمرار في الضغط عليهم. خلي يكون عنا تمييز، خلي يكون عنا حكمة. هذا بيتطلب وعي كامل، وعي روحي.
وأنا بصلي اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هذه الحقائق المبسطة أحبائي اقبلها من الرب يسوع، لأنه بحبك وعاوز يكون في علاقة معك. الرب يباركك.